الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك المجتبى المختار سيدنا محمد الهادي إلى سبيلك المجاهد فيك حق الجهاد موضح الحجة ومقيمها وموضح البرهان ومبينه، ما منك على تبليغ وحيك، فنعم المؤتمن ونعم المأمون المؤتمن، ونعم القلوب التي وعت عنه وبرهنت على الصدق معك بسر اختيارك لها في الأزل، إذ جعلتها حول حبيبك الأفضل ومع مصطفاك الأجل الأكمل. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى من مشى في طريقه ودربه وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. قد كنا استعرضنا في العام الماضي بعض أخبار سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة في السنة الأولى والسنة الثانية والسنة الثالثة من الهجرة، فانتهينا إلى بعض أخباره في آخر السنة الثالثة من هجرته عليه الصلاة والسلام. آخر السنة الثالثة كنا قد ذكرنا فيها غزوة أحد المليئة بالتعليمات والإرشادات، انتهينا إلى نهاية غزوة أحد ورجوع أحد ورجوع نبينا عليه الصلاة والسلام يوم السبت 15 من شهر شوال في السنة الثالثة من أحد إلى المدينة المنورة إلى بيته الكريم عليه وآله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قد مر معنا ما لاقى أصحابه الخيرة في نصرة الله ونصرة رسوله وفي هذه الغزوة من التعليمات والدروس العظيمة، وعلمنا استشهاد 70 منهم، كان من أعظمهم وعلى رأسهم سيدنا عم رسول الله حمزة بن عبد المطلب أبو عمارة أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد ذكر الواجدي في سيرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل كل حول يأتيهم فيسلم عليهم ويزورهم، فإذا أقبل عليهم من فم الشعب قال سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. قال وكان أبو بكر يأتيهم كل حول، ثم كان عمر يأتيهم كذلك كل حول يزورونهم ويسلمون عليهم. قال وكانت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تتردد كثيرا، وقد تخرج في كل خميس إلى أحد فتقصد قبر عم أبيها حمزة بن عبد المطلب وتقف عنده وتدمع عنده وتدعو عنده عليها رضوان الله تبارك وتعالى. وعلمنا أنه رجع بجروح كثيرة، وأنه حتى عند نزوله من على فرسه لما وصل إلى باب بيته لم يتمكن من النزول إلا بمساعدة بعض أصحابه ممن كان معه، وقد رافقه بعض كبار الأنصار حتى ردوه إلى بيته، وكان إذا وصل إلى حلة قوم ودرقوم قال دعوهم يدخلوا إلى أماكنهم لتثوب إليهم أنفاسهم ويبدأ العمل في مداواة جروحهم، إلا سعد بن معاذ بقي معهم وبعض من أذن له حتى أوصلوه إلى البيت فساعدوه على أن يخرج من الدابة على الدابة من كثرة الجروح، ودخل بيته وناول سيفه لفاطمة تغسل عنه الدم ويقول قد صدقني هذا اليوم، فناولها سيدنا علي سيفه وقال اغسلي هذا فقد صدقني هذا.
فذكر صلى الله عليه وسلم مظاهر الصدق من كبار أصحابه، قال ولقد صدق فلان وفلان وفلان. خرج وقت المغرب، قريب الغروب وصل، فخرج يصلي بأصحابه المغرب، فلاحظوا في مشيه وحركته شدة مما به من الجروح. صلى بهم المغرب ودخل إلى بيته وبقي حتى اجتمعوا لصلاة العشاء وفيهم الجرحى شهدوا الصلاة جاءوا للصلاة وخرج صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم لاحظوا خفة في مشيه وحركته عند خروجه العشاء أحسن منه مما كان في وقت المغرب. كان للوقت الذي قضاه ما بين المغرب إلى وقت العشاء مستريحا أو هادئا في مكانه، أثر في تخفيف شدة الجروح التي به. صلى بالناس العشاء ودخل بيته، فبات وجوه الأنصار على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناوبون ويترقبون الأخبار ويحرسونه، حتى كان وقت صلاة الفجر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم كعادته في الليل في تهجده وانتظر حتى جاء وقت الفجر. أذن سيدنا بلال بالفجر، ولما أذن سيدنا بلال عليه رضوان الله تعالى بالفجر وصل صاحب خبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، وصل إلى المدينة المنورة، سيدنا عبد الله بن عمرو المزني جاء من عند أهل وقومه في مكان اسمه ملل قريب من المدينة وراء أحد، وكان في تلك الليلة قد سمع تحاور المشركين وترادهم بينهم البين، فسمعهم يقول فيهم أبو سفيان ومعه جماعة ما صنعنا بالقوم، صبنا حدا فيهم ثم لم نستأصلهم وبقي فيهم جمع يجمعون علينا، فاجمعوا عدتكم لنكر عليهم مرة أخرى. وكان صفوان بن أمية يقول لهم لا لا ترجعوا، فإنكم لا تأمنوا أن يخرج من بقي معهم ممن تخلف عنهم ثم يكرون عليكم فتكون الهزيمة عليكم، فاذهبوا ما دامت الدولة لكم قبل أن تكون عليكم، فإني لا آمن ذلك. فأخذوا يتراجعون القول، فبلغ سيدنا عبد الله بن عمرو المزني الخبر، جاء استأذن النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه لصلاة الفجر بعد أذان سيدنا بلال، فأدخلوه إلى بيته فأخبره الخبر وما سمع من تحاورهم. قال له أرشدهم صفوان وما هو برشيد؟ أرشدهم صفوان، والله لو رجعوا لقد أعدت لهم حجارة فيكونن كأمس الذهب، لو رجعوا إلى المدينة في مثل هذا لرجموا بحجارة من السماء ولانتهوا عن بكرة أبيهم عن آخرهم. وخرج لصلاة الفجر، ومع كل ما أخبره الله به من أنهم لو جاءوا لأهلكهم وأنهم لا يبقي فيهم أحد، ما ترك أداء الدور في العبودية والقيام بواجب النصرة للرحمن جل جلاله، فما أعظمه من قدوة لنا إن عقلنا. خرج لصلاة الفجر فأخبر الناس أنه يريد أن يلحق القوم، حتى تنتشر الأخبار أن رسول الله خرج ومعه قومه وأنه لم يوهنهم ما حصل عليهم في أحد، وأنهم لا يزالون على أهبة واستعداد لنصرة الله جل جلاله وتعالى في علاه. ومع ذلك كله قال لا يخرج معنا إلا من خرج معنا بالأمس، ومن هم؟ هم الجرحى. قال أما الذين تخلفوا عن أحد فلا حاجة لنا بهم، يجلسوا محلهم ويخرج معي هؤلاء فقط.
والذي يطلب النصرة بعدده وعده ما يقول مثل ذا الكلام. حتى عرض عليه ابن أبي قال اخرج معك، قال له لا، أراد أن يخرج فرده ولم يقبله صلى الله عليه وسلم. فلم يخرج معه أحد ممن لم يحضر أحد إلا واحد استاذن فأذن له لصدقه ولتأخره بعذرين، هذا الواحد سيدنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه. لما سمع الخبر وأن رسول الله يخرج سارع إلى النبي، قال يا رسول الله إنك تعلم أن أبي ترك بالبيت 97 نسوة ما عندهم رجل، وإنه في الأمس كلمني وقال يا ولدي تعلم أن ببيتنا هؤلاء النسوة ولا يصلحن أن يبقين بلا رجل، ولست بمثرك للجهاد مع رسول الله، فابقي أنت عند أخواتك وأخرج أنا. فما أخرني إلا أمر أبي لي وإلزامه علي أن أبقى ليخرج هو، فخرج فاستشهد معك أمس. قتل جابر بن عبد الله أبوه سيدنا عبد الله في أحد. قال صلى الله عليه وسلم أخرج، فخرج معهم، فكان الوحيد الذي حضر غزوة حمراء الأسد ولم يحضر غزوة أحد. سيدنا جابر بن عبد الله توجه صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني وجروحه فيه، دحش الركبتين من أثر السقوط في الحفر لأحفرها بن جمان، وصنوك في جانب عاتقه من أثر ضربة بن جمان، وشفته من الداخل، وأثر الوجنتين من حلق المغفر التي غاصت فيه. وبهذا خرج صلى الله عليه وسلم. أمر بعد أن أخبر الناس بعد صلاة الصبح أنه ذاهب وأن لا يخرج إلا من خرج، أمر بلال ينادي، قال له نادي في الناس وقل لهم لا يخرج معنا إلا من خرج. فخرج ينادي سيدنا بلال في شوارع المدينة، كل من سمع الخبر من أهل أحد قام، حتى أن بعضهم قد قرب الجمرة ليدفئ جروحه وأحضروها له بعد صلاة الصبح. فسمع النداء وما هذا، قالوا بلال يقول إن رسول الله قال رسول يخرج، خذوها ده وقام، ما عاد جلس يكمد الجروح، وإذا يقول خلاص اتركوها، فقاموا وخرجوا بهذا الحال. حتى أن فيهم من بني عبد الأشهل اثنين كان يقول أنا وأخي كنا جريحين من أحد جراحة كثيرة، فلما أصبحنا سمعنا النداء جئت لأخي فكان يقول لي وأقول له أتفوتنا غزوة مع رسول الله، يقول أتفوتنا غزوة مع رسول الله، هو يقول له أخوه يقول له أتفوتنا غزوة، قال والله لا نفوتها. قالوا وما لنا ظهر نركب عليه وبين الجروح، فما هو إلا أن مشينا نلحقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو أخوه قال كنت أخف جراحة منه، فإذا غلب أحمل عقبة، ثم يمشي عقبة يمشي أنا وياه نتماشى بالجروح، عقبة يتعب أكثر، قل تعال ركبوا على ظهره الجريح الثاني أن جروحه أخف ويمشي به، وعقبة يركب أخاه على ظهره وعقبة يمشي به، حتى لا تفوتهم الغزوة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان فينا من يحيا ويسهل عليه فوات السنن من الأعذار
كيف الوسيلة لقياس الإيمان بالإيمان أو الشعور بالشعور أو الإحساس بالإحساس، كيف الوسيلة لأن يكرم برؤية وجوه هؤلاء يوم القيامة؟ بالجروح ما رضوا يتخلفون عن الغزوة، بلا جروح ولا شيء يتأخر عن تكبيرة الإحرام، يعرف الصلاة كادت أن تقام، يتكلم هو صاحبه، كيف هذا؟ وكأن رسول الله سن أمره ولا دعا إليه ولا حث عليه ولا بلغ الفضل فيه، عجيب. فإيش يحمل هذا من إيمان في قلبه؟ وكيف لو جاءت الغزوة هذا بيخرج هذا؟ ما عظم شعيرة من شعائر الله في سلم وصحة وفي عافية كاملة إلا فقد الشعور بعظمة الأمر. لكن هذه القلوب عرفت عظمة رسول الله وما جاء به، لو تعذروا بشدة الجروح التي فيهم لربما عذرهم. وجاء في بعض السيارة أنه لما كان يعرفهم يعرف إيمانهم السر، قال أين فلان وفلان بني عبد الأشهل، استعرضوا الجيش قالوا ما هم هنا، قال ما خلفهم عني، يعرف من إيمانهم أنهم ما يرضون يتخلفون عنه. حتى لما وصلوا والنبي قد ضرب معسكره بحمراء الأسد، وصلوا بعد القوم قالوا رسول الله يسأل عليكم ادخلوهم إلى مكانه، ادخلوهم إلى خيمته، فسألهم عن حالهم فأخبروا، قال أنه اعتقب أنه يا ساعة أحمله وساعة يمشي من شدة الجروح اللي بينهم، فدعا لهم، دعا لهم وبرك عليهم عليهم رضوان الله تعالى ما أصدقهم. لما خرج أرسل أربعة قبله من بني سليم يرون الخبر، فمضوا أو ثلاثة منهم خرجوا، أخرجهم عليه الصلاة والسلام، فتوجهوا، فاثنان منهم وصلا إلى حمراء الأسد والجماعة فيها المشركين ماشين بركبهم متوجين، بصربهم بعضهم أخذوهم وقتلوا، شعروا بدخولهم أن من غير جندهم من غير معسكرهم، فعرفوهم وقتلوا الاثنين هؤلاء. حتى أن رسول الله لما وصل لحمراء الأسد على 8 أميال من المدينة المنورة، وهؤلاء يمشون على رجلهم أكثرهم وبجروحهم، وبعضهم عاد يحمل أخوه 8 أميال، وجد القتيلين هناك قبرهما ودفنهما في مكانهم في حمراء الأسد، هذا الموضع الذي خرج إليه قبرهما هناك لما وجدهما في هذا المحل الذي هم بني سليم. هؤلاء من أسلم، ثلاثة منهم أرسلهم من أسلم، هم عبارة عن طليعة للقوم ينظرون الخبر، فالاثنان منهما جاء إلى حمراء الأسد وفيها المشركين بصروا بهم فقتلوهم، وجد النبي جثثهم لما وصل فقبرهما ودفنهما. ثم مضى القوم وهناك ما زالوا يتردون الأمر ويتراجعون بينهم، نرجع أو لا نرجع من وراء حمراء الأسد. والنبي وصل إلى حمراء الأسد وضرب معسكره هناك ومعه أصحابه، فبينما هو كذلك إذ مر معبد الخزاعي، قبيلة خزاعة كانت من القبائل التي حملت النصح لرسول الله والمحبة له، مسلمهم كافرهم فيهم لا يزال كفار ومشركين وفيهم مسلمون، لكن كلهم كانوا في مواقفهم يميلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى النصح له ولا يرتضون ما يفعله من يعاديه، فكان هذا من فضل الله على هذه القبيلة. فمر منهم معبد الخزاعي وهو مشرك لا يزال، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه
وقال إنه سأنا ما حصل على أصحابكم بالأمس عليكم أصحابكم ووددت أن الله عفاكم من ذلك. فأخبره أنه خرج في طلب القوم وتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم فمضى، فإذا بأبي سفيان وجماعته في مكان قدام، ولما أقبل معبد يعرف أبو سفيان ويعرف أنه مشرك لا يزال. قال أبا معبد ما وراك؟ قال ما وراي؟ وراي ما لا أقدر أصفه لك. إيش ما؟ قال جموع لم أرى مثلها خرجت مع محمد. توظيف الكلمة في وقتها وفي مكانها في المواقف. قال جموع لم أرى مثلها، لحق به من كان تخلف عنه من القوم بالمدينة وندموا على تخلفهم بالأمس وخرجوا اليوم معه. فرأيت لهم امتداد وأعداد. قال ما تقول؟ انظر ما تقول. قال هو كما أقول لك. قال إن قد أجمعنا على الرجوع إليهم بين استاصلهم. قال أنصحك لا تفعل، ينذرك ما أبا أظن تكلم كلامك حتى ترى الصهيل الخيل لأن بيقربوا هناكم قريب من نور هذا. قال ما تقول؟ قال حتى حملني ما رأيت منهم على أن أنظم شعر أقول ما قال. وقال في نفس الوقت كلم. قال ما تقول؟ قال كادت تهد من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيلي تردي بأزد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا خرق معازيلي. وظلت عدوا الله. قال وظلت عدوا أظن الأرض مائلة لما سموا برئيس غير مخذولي. يقول فقلت ويل ابن حرب من لقائكم. هو أبو سفيان. فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغمطمت البطحاء بالجيل. إني نذير لأهل السبل ضاحية لكل ذي إربة منهم ومعقولي من جنش أحمد لا وخش قنابلة وليس يوصف ما أنذرت بالجيل. امتلى رعب أبو سفيان. قال الجماعة قالوا الحق قبل أن يصلونا وقبل ما تكون علينا. قالوا الحقوا فهربوا ومضوا. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين والثلاثة والأربعة ما هرج، وعاد يوم الخميس في طريقه ووصل إلى هناك يوم الجمعة ليقيم الجمعة بالمدينة المنورة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أهله. أقام بأصحابه 3 أيام. مع رجوعه وجد من المشركين المحاربين معاوية بن المغيرة بن أبي العاص، هذا أبو عائشة، عائشة أم عبد الملك بن مروان، فهذا جده لأمه، فأمر بقتله فقتل، فلم يقتل غيره في هذه الغزوة. وقد تقدم قتلوا 2 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بصرت بهم قريش في حمراء الأسد، فكان أحدهم أن يصل رسول الله إلى جسديهما فيحملهما ويأمر بالحفر القبرين لهما وقبرهما صلى الله عليه وسلم، مكملا عمله فيما قبر أمس وقبل أمس في أحد 70 من أصحابه بيده الكريمة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. عاد إلى المدينة فلم يكن في من القتل غير ما ذكر، وفر القوم حتى وصلوا إلى مكة. والنبي صلى الله عليه وسلم وصل في يوم الجمعة إلى المدينة المنورة ليقيم جمعته ويواصل مسيرة جمعية القلوب على الرحمن والبلاغ عنه سبحانه وتعالى فيما أنزل عليه من بيان. واستمرت به مدة أثر الجروح ينقص أثرها شيئا فشيئا.
في خلال هذه الأثناء تأتي حركة النفوس، وكل ما تمر بالناس أي مرحلة وأي ظرف تتحرك النفوس غير المزكاة لتتوصل إلى شيء من غراضها بأي وسيلة، فيحدثون المشاكل، يحدثون البلابل، يحدثون القلاقل، يحدثون الأذايا، ويتحيلون ويخادعون. ولكن هذا الصنف من أول الدنيا إلى اليوم لم يكن عاقبة أمرهم إلا خسر، إلا أن التجربة لا تزال تتكرر، ما توقفت من عهد آدم وأولاده وقابيل وهابيل وابن آدم، يترقب الفرصة ويتحين الظرف وإلى لا أقتلنك ويجي وإلى آخر القصة، وهي مكررة إلى اليوم ولا اعتبروا. وإلى زمننا هذا وقعت الواقعة والحادثة، يفكرون أن هناك غيظ لا يزال مع المشركين بمكة وخصوصا من بعد بدر، فجماعة من القبائل بنو هذيل ما بين الطائف ومكة يفكرون كيف ممكن يتحصلون على مال بواسطة الحنق الموجود في قلوب المشركين، هل يقدرون أن يحصلوا واحدا من الصحابة الذي قاتلوا أباهم في بدر فيحضرون لهم؟ بهذا سيتحصلون على مبالغ كبيرة ليشفوا غليل بعض المشركين بمكة، فأخذوا يفكرون فأقنعوا جماعة جعلوا لهم مال من بعض فروع قبائلهم قد دخل فيهم بعض الإسلام، وقالوا اذهبوا تأتون بأصحاب من أصحاب محمد يقرونكم القرآن ويعلمونكم. وكان هذا من آخر ما كان في آخر العام الثالث السنة الثالثة، فوصلوا إلى النبي يقول إن فينا إسلام وإنا نريد قوم من أصحابك يعلموننا القرآن ويفقهوننا في الدين. وكان النبي قد عزم أن يرسل عيونا أيضا تأتي ببعض الأخبار من الحال بمكة، فاختار 10 من أصحابه وبعثهم إليه ليعلموا هؤلاء وليأتوا بالأخبار. ذهب 10 أمر عليهم مرثد بن أبي مرثد الغنوي، معه سيدنا عاصم بن ثابت، ومعه سيدنا خبيب بن زيد وزيد بن الدثنة، جماعة 10 توجهوا فمشوا بهم حتى وصلوا إلى بلادهم، وهناك غدروا بهم وصاحوا بالقبائل من حولهم أن يأتوا، فما دروا إلا والسيوف من حواليهم والجمع وصلوا. قال ما هذا؟ قالوا نحن لا نريد أن نقتلكم ولكن نريد أن نحصل بكم ثمن، فخرجوا لكم العهد والذمة لا نقتلكم ولا نقتلكم، وسلموا أنفسكم وسلموا سلاحكم ونقضي بكم حاجة. فقال مرثد هذا الأمير سيدنا عاصم جمع منهم ما أنزل في ذمة مشرك ولا عهد لهم، فقاتلوهم فقتلوا بقي 3. رأوا 3 سيدنا خبيب سيدنا زيد بن الدثنة معهم عبد الله بن طارق، قالوا ننزل معكم تعهدون على العهد؟ قالوا على العهد، عهدوا ألا يقتلوهم، فرجوا أن يكون في ذلك فرجا ومخرجا وشيء من خدمة الدين، خرجوا معهم فمشوا بهم. فأول ما نزلوا وإذا بهم يأتون بقيد، ها قال عبد الله بن طارق هذا بداية الخيانة، وتخلص من القيد وحمل السيف ورموه حتى قتلوه، فبقي 2 سيدنا زيد بن الدثنة وسيدنا خبيب بن عدي،
عليهم رضوان الله مشوا بهما إلى مكة، فباعوا كل واحد منهم لبعض قريش كان قد قتل في بدر سيدنا زيد بن الدثنة ابنا لبعضهم، فأسروه ليقتلوه بابنهم، وبعض أقارب أو سهور قتل خال لأحدهم، فأخذوا بسبب سيدنا خبيب بن عدي، كان الوقت في شهر ذي القعدة، في شهر ذي القعدة انتهت المعارك هناك في شوال، وفي يوم السادس عشر من شوال رجع النبي، وخرج في يوم الأحد يوم السادس عشر أو يوم السابع عشر إلى حمراء الأسد، وقضى الأيام ورجع، وصلوا في القعدة. فلما وصلوا بهم في القعدة، والناس حتى في الجاهلية يعظموا الأشهر الحرم، قالوا حبسوهم حتى تنتهي الأشهر الحرم فنقتلهم، فحبسوهم عندهم حتى كانوا يسيئون إلى ابن الدثنة في أول أمره، فقال ما هكذا يفعل الكرام بالأسرى بأسرهم وهكذا، فرجعوا يستحون على نفسهم ويحسنوا إليهم بعض الشيء، حتى استحوا من خبيب وبعض كلامه، فوكلوا به امرأة منهم، جعلوه في بيت ويحضرون له طعامه هناك وبقي. فتقول كنت أسمع خبيبا يتهجد بالقرآن، وكان تسمعه النساء فيبكين وهو يتلو القرآن في الليل متهجدا عليه رضوان الله تعالى، حتى انتهى القعدة والحج محرم، كملت الأشهر الحرم. قالت ولقد رأيته والله يوما وعنده بيده قطف عنب مثل الرأس، تقول وما أعلم ببلاد الله حبة من عنب، ما أعلم وما هو إلا رزق رزقه الله خبيبا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم وأنى لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، أساءوا إليه وجوعوا فتداركه الله سبحانه وتعالى، فكان يأتي غذاء ما يعلمون من مصدره، وقد أيته يأكل من قطف عنب، قال قطف عنب كبير مثل الرأس، قالت وهو يأخذ منه عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فلما انتهت الأشهر الحرم وعزموا على قتله، قال هذه اللي وكلوها تتردد، قال تأتين لي بسكينة استحد بها تهيأ للقتل، فذهبت وأرسلت له بحديدة مسنونة ومع غلام لها ابن لها، وأعطته إياه، فأمسك الحديدة وقال عجب، وأمك ما خافت أن أغدر بك حين سلمت لك هذه الحديدة أن أغدر؟ أجلس جلس، فما هو إلا أن ذهب، قالت ما فعلت، الرجل مقتول، سيقتل واحد بواحد، بيقتل واحد مننا، بيقتل ولدي الآن، وعارف نفسه أنه مقتول، ما عاد بيزيدوا على القتل، بيتخلص فينا وبيقتل. فجاءت لها وجدته ماسك الحديدة والولد عنده ارتعد، التفات يضحك، قال أخفتي؟ لا تخافي، إن أصحاب محمد لا نغدر، إن أصحاب محمد لا نغدر، الله ربانا، قال قد ربانا قد زكانا، نحن أصحاب صفوة الرحمن، ما يجي الغدر منا، ما نقتل أطفال الناس، ما نقتل، وإن كنا يقتلون ظلما ما نقتل، إن أصحاب محمد لا نغدر، خذي الولد. فعجبت، قالت والله إنه خير أسير، ما رأيت أسيرا مثله. فاستحد وتهيأ، تنظف وتهيأ لمقابلة له. أخرجوا قبل زيد، خرجوا زيد بن الدثنة من الحرم وقدموه للقتل، فقام أبو سفيان يقول يا زيد
أتحب أنك في أهلك ولدك من عم محمد مكانك أنا قلت له بدلك؟ قال لا والله ما أحب أن تصيبه شوكة في مكانه الذي هو فيه وأني في أهلي وولدي. متفت أبو قال ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، فهل تحبون أنتم أحدا كما تحبون محمدا في الخلق؟ أتحبون بعد الله أحدا كما تحبون محمدا؟ من كان كذلك فليس قريبا من أصحابه، ومن كان متحقق القلب أن لا يحب في البرايا بعد الله تعالى، أن لا يحب بعد الله في جميع البرايا أحدا كما يحب محمدا، فهو قريب من أصحاب محمد ومعهم يحشر. اللهم أكرم قلوبنا بسر هذه المحبة. قتلوا زيد، خرجوا سيدنا خبيب، خرج سيدنا خبيب قال تأذنون لي أصلي ركعتين؟ قالوا ركع لك. صلى الركعتين أحسنهما وخفف فيهما. قال والله لو لا تظنون النبي جزع من الموت لطولتهما ولزدتوا فيه. طلعوا إلى الخشبة، التفت ما فيهم أحد، قال اللهم إنا بلغنا رسالة نبيك وخرجنا في سبيلك، وقال أبياته المشهورة طويلة يذكرون منها بعد ذكر ما قابلوا بالمشركين، قال وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي. ما قال يا رب بلغ عنا نبيك، إني لا أجد في القوم من يبلغه وأبلغه عني السلام وأبلغه ما جرى لنا. وهو يقول هكذا عند تحت مكة تحت الحرم، والنبي في المدينة يرفع رأسه يقول وعليه السلام ورحمة الله وبركاته عليكم. يقول من تكلم؟ قال هؤلاء ملائكة بلغوني سلام خبيب يقتل الآن. قال إن هناك يسرق في تحت مكة، أخرجه المشركون وقالوا كذا وعمل كذا وقال كذا، وقصرهم القصة صلى الله عليه وسلم قبل أن تأتي الأخبار. ولما قدموا للصلب وأحاطوا به قال له ثاني مرة أبو سفيان كما يقول لزيد تحب أن محمدا مكانك هنا وأنت؟ قال والله ما أحب أن يفديني بشوكة في رجله، ما أحب أن يفديني بشوكة في رجله. اللهم صل عليه وعلى، قال اقتل أحب إلي من أن تدخل شوكة في رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى أهله. بلغ الخبر، صلبوا خبيب حتى رفع يده يدعو، حتى يقول معاوية أنه كان حضر معهم لما كانوا هناك، ولما يدعو كانت عند المشركين اعتقاد أنه من دعي من 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 دعي عليه فانبطح الأرض تخطيه الدعوة ما تصيبه الدعوة. قال حتى رأيت أبي سفيان لما بدأ خبيب يدعو يلصقني بالأرض، قال لصقنا بالأرض خوف علي. ويقول اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحد، قال حطنا في الأرض وخافوا من دعوة خبيب علي رضوان الله تبارك وتعالى. حضرت تلك الوقعة سعيد بن عامر الجمحي قبل إسلامه، ولما ولاه سيدنا عمر بن الخطاب بعض بلاد الشام، بعدين بلغوه قالوا له هذا أحيانه جالس تصيبه كما الغشة ومع كل أحد بعدين يرتفع مصاب بشيء. فلما جاء لقيه سأله قال له ما هذا الذي بك؟ قال شهدت مشهدا ما تذكرته إلا نزلتني الغشة. ما هي؟ قال شهدت خبيب لما أخرجوه قالوا له كذا وقال كذا، فكلما تذكرت أني حضرت الموقف فلم أنصره خفت فنزلتني تلك الغشة. قال فازداد عند عمر كرامة وقدرا مكانا لما كان بهذا الوصف وبهذا الحال، يأنب ضميره ويتابع ذكرى هذه الوقعة من وقت لآخر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. في هذه السنة الثالثة ولدت سيدتنا فاطمة الزهرة بالحسن في رمضان قبل الخروج، وبعد 50 ليلة في نفس العام علقت بالحسين.
عليه رضوان الله تبارك وتعالى، فكان ذلك من أحداث هذا العام. في هذا العام تزوج سيدنا عثمان بن عفان بأم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم الثانية بعد أن ماتت رقية. ماتت رقية في سنة التي قبلها مع رجوع النبي من غزوة بدر، وفي نصف هذا العام زوجه بأم كلثوم، فتزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم أم كلثوم وحقاده اسم ذو النورين، فكان زوج النور الأول والثاني زوج رقية وزوج أم كلثوم، وبقيت معه أم كلثوم فترة ثم ماتت. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان عندي ابنة ثالثة لزوجتها عثمان رضي الله تعالى عن عثمان ذي النورين. وبهذا ينتهي مجمل ومظاهر أظهر ما كان من الأحداث والأعمال والشؤون في السنة الثالثة من هجرة نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. نبدأ إن شاء الله من الليلة القابلة في أخبار السنة الرابعة. وهذا العمر القصير ما أعجبه، هذا العمر القصير ما أطيبه، هذا العمر ما أشد أثره في الخلق. في السنوات هذه القصيرة كم حصل وكم حدث وماذا كان، والله لولا هذا الصبر وتلك الجروح التي تحملها ما كانت مجامعنا ولا كانت لقاءاتنا ولا كانت تذكراتنا ولا كان الإيمان في قلوبنا ولا كان هذا الأمر ميسر لنا. اللهم اجزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصل عليه في الأولين والآخرين أفضل وأتم ما صليت وسلمت على أحد من خلقك المصطفين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، واجز عنا صحابته خير الجزاء، وحرك في هذه القلوب من حقائق الإيمان دواعي وبواعث الشوق إلى لقاء حبيبك، حتى نسارع إلى العمل بسننه وإقامة أمره وتنفيذ ما جاءنا به. ثبتنا على ذلك يا ربنا حتى تتهيأ منا هذه الذوات برحمة منك ورأفة لمرافقة تلك الذات ورؤية تلك الذات ومخاطبة تلك الذات ومجالسة تلك الذات والحلول معها في دار الكرامة. وأنت راض عنا يا خير مجيب يا أكرم مستجيب يا حي يا قيوم يا الله. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله يا أوثى يا رب يا أرحم الراحمين، بعد تعبدنا أحسن عبادة وقنا عذاب النار.